مع دخول أي مناسبة علينا زي مثلا رمضان، كلنا بنحب نجدد في ديكور بيتنا وكمان نغير طرق الضيافة وطريقة تقديمنا للأكل. لو عندنا عزومة مثلا، الديكور المنزلي وتعليم طرق الضيافة بقت من الحاجات اللي دخلت السوشيال ميديا بقوة وبقى ليها متابعين وفي إقبال عليها كبير جدا. الحقيقة فعلا إن الأكاونتس دي بتكون مفيدة لينا جدا، لأننا بنشوف طرق وخطوات سهلة وجديدة ممكن نعملها في بيتنا بطريقة جميلة. وضيفتنا النهاردة متنوعة جدا في محتواها وبتقدم افكار مختلفه وجديده. نورانا النهارده في الاستوديو نغم النجار، مصممه الديكور المنزلي. اهلا بيكي يا نغم، نورانا في ترندز. ميرسي نغم. يعني في البدايه انا حابه اعرف انت ابتديتي ازاي الاكونت بتاعك على السوشيال ميديا، دراستك، كل حاجه عنك في الاول. بصي، هو انا شغلي الاساسي انا فاشن ديزاينر، واشتغلت في المجال فتره من الوقت يعني قبل البيج بتاعتي طبعا وقبل الجواز. وبعدين انا اصلا دراستي ما لهاش علاقه برضو بالفاشن ديزاين. درستي ايه؟ انا كنت اقتصاد وعلوم سياسيه، وبعدها عشان حبي للفاشن يعني غلب عليا في الاخر فدرست وخدت دبلومه، وبعدين اشتغلت في المجال فتره من الوقت، وبعدين بعد كده حصل جواز وخلفه واولاد وسافرت، اقامتي بقت في دبي. فكان في تغيير شويه، دروب شويه معايا اولاد وما قدرتش اكمل شويه، يعني خدت بريك من الفاشن ديزايننج يعني بالمعنى الاصح يعني. وبعدين بدات فكرت انا عشان انا بحب اي حاجه فيها فن او فيها يعني تغيير، يعني كريتيفيتي عامه، ابداع. بالظبط، ابداع فعلا بالظبط يعني. فانا ما كنتش حابه ان انا ما بقدرش اقعد خالص كده حتى لو انا مش بشتغل في حاجه بشكل معين يعني. ففكرت اعمل موضوع البيج واعملها في الحاجات اللي انا بحب اعملها ولناس كتير قوي في حياتي عموما كانوا دايما بيسالوني بتعمليها ازاي، طب ده انت الافكار دي لو قلتيها. انت اصلا كنت موهوبه في حته الفاشن ستايلنج والهوم ستايلنج والحاجات دي. بالظبط. ومعايا عندي بقى حاجات تانية اللي هي دي حاجات بقى بتبقى زي التالنت، انه لو مثلا يعني سي يعني لو حاجه اتكسرت ازاي اغيرها واخليها بشكل احسن. تخصصت اكتر بقى لان لقيت الناس فعلا محتاجه الاتجاه ده، الهوستنج تيبس، او ازاي لو عندك مثلا عزومه ازاي تقدمي بطريقه سهله وطريقه شيك وفي نفس الوقت تبقي مبسوطه باللي انت عملتيه للناس. ومش اي يعني، والخطوات نفسها مش كل الناس بتبقى عارفاها، تستخدمي ايه وتحطي ايه جنب ايه، وازاي تعملي خطوات التقديم بشكل سهل يريحك انت وفي نفس الوقت يبقى سهل على الضيوف ان هي تتعامل مع يعني في المكان او في العزومه اللي انت عاملاها. بلس بقى الديكورات في البيت زي مثلا ديكور التويليت، انت برضو لو عندك عزومه مثلا اكيد من ضمن الاماكن اللي بنهتم بيها التويليت انه يكون جاهز ويكون شكله مختلف عن الشكل العادي بتاعه في الايام العاديه. دي برضو من الحاجات اللي انا برضو بوضحها وبعمل فيها تغييرات بكذا ستايل وكذا ليفل بحيث انها تبقى تناسب اي حد يقدر يعملها، يعني انه الديكورات مختلفه في شكلها وفي البادجت بتاعتها. انت بس مش بتتكلمي عن السفره نفسها يبقى شكلها عامل ازاي، لا انت بتتكلمي عن البيت كله شكله يبقى عامل ازاي. بالزبط. مش بنتكلم كمان عن الديزايننج، احنا بنتكلم على يعني طريقه تنظيم البيت نفسها تبقى عامله ازاي. بالزبط. طيب ايه هي بقى الهوستنج تيبس؟ يعني انت النهارده لو انا جاي لي ضيوف في البيت، مشاهدين قاعدين بيتفرجوا علينا دلوقتي، في حد جاي لهم البيت، ايه الهوستنج تيبس اللي انت تديها لهم؟ هقولك، هو في هوستنج تيبس في حاجتين مرتبطه بالاشخاص، تعاملك انت مع الاشخاص ومرتبطه بتجهيزات البيت. تعاملك انت مع الاشخاص زي مثلا انك تستقبليهم، حاجات معظم الناس عارفاها بصراحه، انك تستقبليهم بشكل كويس، بتضحكي، تكوني انت بتفتحي البيت مش اللي بيساعدك في البيت مثلا، لو حد بيساعدك في البيت او الاولاد او 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 الاولاد او كده. فدي حاجات يعني معظم الناس تقريبا عارفاها. الجزء الثاني ايه اللي هتعمليه مثلا في العزومه نفسها، هترتبي البيت ازاي. فمن ضمن الحاجات مثلا انه العزايم اللي هي بتبقى بشكل بوفيه، انا بشوف انه انك تقدمي الاكل او العزومه تعمليها على شكل بوفيه او زي اوبن بوفيه بتبقى اسهل بكتير ليكي وللضيف. فدي من ضمن الحاجات اللي انا بنصح بيها، انه مش لازم نعمل الاكل على نقدم الاكل على السفره والناس كلها، ممكن يكون عدد اكبر من السفره اصلا، من عدد كراسي السفره. فانا بشوف ان انسب حاجه خصوصا في العزايم الكبيره زي رمضان بتبقى العيله، العائلات الكبيره كلها بتتجمع. فبشوف انه يتعمل بوفيه كبير والاصناف كلها تبقى محطوطه عليه بشكل سهل الوصول ليه وبشكل برضو اتراكتيف، وكمان برضو ده بوفيه الاكل وبرضو يبقى فيه بوفيه للحلو. بصي، من كذا حاجه يعني، اولا انا
يعني انا بحب اي مجال انا بحبه، بحب اولا ادرسه واقرا فيه كتير. فانا اخذت ورك شوبس مع ناس بروفيشنال في المجال ده، بلس انا بطور نفسي كتير، مش كمان بس بالقرايه، يعني بان انا اجرب كتير واعمل كتير وبلاحظ يعني في اي مكان زي ما بيقولوا، او بالظبط يعني تعملي حاجه صح مره تعملي حاجه غلط مره تتعلمي منها. بلس على فكره الفاشن ديزايننج على فكره نفعني جدا، ان انا بتبقى عيني بالذوق ميكس الماتيريالز مع بعض، يعني انا ميكس الماتيريالز مع بعض موجود في الفاشن عموما، استخدمته كمان في الهوستنج تيبس او في سوري في فكره التقديم بشكل عام، ان انا اعمل اختلاف في الماتيريالز حتى اللي بستخدمها مع بعض، وان اعمل حاجه مختلفه مش شرط يكون حد قبلي عاملها قبل كده. فعندي الجرأه ان انا ابتكر حتى يعني سيت اب كامل يعني مش متشاف قبل كده بطريقه زي ما احنا متعودين. فمثلا البوفيه ده بوفيه حلو في رمضان، فانا مثلا ناس كتير قوي في رمضان بتحب بعد الفطار على طول تشرب شاي وحاجه حلوه، معظم الناس يعني. فبيبقى افضل ان يكون البوفيه جاهز، بحيث ان حتى لو في حد خلص فطاره بدري ومحتاج يشرب شاي او ياخد حاجه حلوه، يبقى البوفيه جاهز. لا هيبقى صاحبه البيت انها عندها مشكله انها محتاجه بسرعه توضب او تشوف تقدم الحاجه الحلوه، وكل واحد هيبقى براحته. يعني انا بحب برضو فكره هيلب يور سيلف، هي براحتها والناس براحتهم بالظبط، ان كل واحد مفيش استعجال يعني مفيش استعجال، وكل واحد بيقدر يعمل اللي هو عايزه بمنتهى البساطه ومنتهى، لان كل حاجه واضحه ومحطوطه قدامه، الشاي بيبقى جاهز، الاصناف الحلوه. وفي حاجه كمان مهمه انا عايزه اقولها برضو، تيبس مهمه مش كل الناس تاخد بالها منها، بالذات في التقديم، لما بيكون في اصناف كتير بنقدمها في العزايم مهم جدا، دي يعني بتفرق كتير، ان الاصناف تتقطع زي بايتس او قطع صغيره، لان في ناس كتير بتبقى عايزه تجرب من اكتر من صنف. فلو قطع كبيره هو يا اما هياخد وهيبقى فيه متبقي في الطبق بتاعه، ده مش حاجه برده كويسه، او اكيد ممكن يكون مش حابب. فلما بتبقى معموله قطع صغيره بتبقى سهله انه ممكن يجرب كذا صنف وما يبقيش في الطبق بتاعه. فدي برده بنصح بيها، ان في البوفيهات اللي بتتعمل يفضل اي قطع اي اصناف تتقطع قطع صغيره في التقديم. دي من ضمن برضو التبس اللي بقولها ساعات كتير من يعني في البوفيهات اللي انا بعملها او في التقديمات اللي انا بعملها. بس فدي دي فكرتي طول الوقت، ان احنا في ناس برضو بتهتم غير بالاكل، يعني غير الاكل وتقديمه، بتقديم الاطباق والشوك والسكاكين والمعالق والحاجات دي مهمه جدا جدا. انت بتنصحي بايه بقى؟ يعني الحاجات دي بتدي يعني بتدي شكل كده حلو، ده اكيد. بس في نفس الوقت في ناس، انا مثلا ممكن يكون جاي لي ناس سريعا ما عنديش وقت انزل اجيب نابكنز مثلا او المناديل اللي بتتحط، او ازاي اخلي شكل السفره حلو من غير ما من الاخر كده ادفع فلوس كتير، اعملها ازاي؟ طيب هقول لك على حاجه، هي مبدئيا ان يكون كل حاجه نظيفه، يعني حتى لو عندي مفرش واحد ابيض في البيت ابقى حريصه ان هو مفرش ابيض ما فيهوش بلين ما فيهوش اي حاجه. ومش شرط تكون خامته على فكره، يعني حاجه يعني غاليه قوي، او يعني ممكن يكون مش ابيض ساده، بس تكون كل حاجه نظيفه، الاطباق تكون ما فيهاش نقطه ميه، يعني تكون متنشفه كويس، والحاجه تكون مترتبه. النظام بيفرق، يعني ممكن اكون مش حاطه حاجات غاليه قوي على السفره، او مش حاطه مش جايبه أطقم كتير، بس ترتيب الحاجه بشكل منظم وبشكل نظيف، يعني الترتيب والنظافه من الحاجات العوامل الاساسيه اللي بتخلي شكل الحاجه في الاخر حلو وباقل التكاليف. فالترتيب والنظافه دي رقم واحد في حاله حاجة. لو مش عندك الامكانيه انك تجيبي تفاصيل كتير قوي، خلي اللي عندك يطلع يعني باكتر شكل ممكن يطلع بيه حلو. طب نغم، خلينا بقى نشوف دلوقتي سفره كده رمضان مترتبه بشكل حلو لطيفه قوي، دسار عليها، احكي لنا اكتر يعني الترتيبات دي بقى ازاي، يعني لو انا في البيت اعملها ازاي لو عندي عزومه. ده بوفيه تاني برضو الاصناف الحلو في رمضان اللي بنقدمها. هو من الحاجات برضو اللي انا باكد عليها، نعمل ارتفاعات بيخلي البوفيه شكله اتراكتيف اكتر، وبتسهل الوصول للحاجه، يعني الحاجه اللي ورا نعليها والحاجه اللي قدام ممكن هي اللي تبقى اوطى شويه، فبتبقى اسهل للوصول. يعني ده ليه تكنيك، يعني انا لما بروح فرح مثلا والاقي الكورنر بتاع الحلويات والكب كيكس والحاجات دي في عالي وفي ارتفاعات، ده ليه فكره وراه، لها فكره عشان النظر انه يبقى شكله اتراكتيف اكتر، وفكره تانية عمليه انه يبقى اللي ورا اعلى شويه، اكسسبيلتي ان انا اقدر اجيب اسهل بالظبط. وبصي برده الشاي الكوبايات كانت موجوده
وده النوتس بقى أو ان رمضان طبعا اكيد بيبقى لازم يكون في مثلا نوتس وتمر اللي هي الحاجات اللي احنا متعودين عليها واصناف الحلو، ولو لاحظتوا هتلاقوا اصناف الحلو برده متقطعه قطع صغيره زي ما بقول. لازم بقى يكون كل حاجه موجوده على البوفيه، يعني الاطباق الصغيره، المعالق اللي بنغرف بيها الاصناف اللي احنا مقدمينها، كوبايات الشاي، السكر، يعني يكون كل حاجه موجوده، بحس انه هي الفكره من البوفيه انه ان الناس تبقى بتعمل كل حاجه بنفسها، فما يبقاش في حاجه ناقصه فيضطر يسال، او انت تضطري توفريها له في نص العزومه، او لو انت وراكي حاجه تانية بتعمليها، فلازم يكون كل حاجه موجوده بتسهل على الشخص نفسه انه محتاجش مساعده خالص من صاحبه البيت. ف يعني هنا مثلا دي الورق، دي صنف هو بيتعمل اصلا كيكه كبيره، بس انا لما عملتها في البوفيه قطعتها قطع صغيره بايت كده، بحيث انه لو حد عايز تاني بيقدر ياخد، عندك حق يعني، او لو حد عايز يجرب صنف تاني فبيقدر ياخد من كل واحده قطعه، فبتبقى اولا ما يبقاش فيه هدر للاكل، يعني ما يبقاش فيه يعني ويست، لان في اكل بقى او ترمى، الشخص نفسه اكيد مش من ضمن الذوق برضو ومن الاتيكيت ان انت ما تفوضيش في طبقك بواقي اكل كتير، او يعني لو هتاخدي حاجه بتخلصيها، فانت كده برضو بتساعدي الضيف ان هو برضو ما يعملش حاجه هو ممكن يكون مش حاببها. ايوه، فكلها تبس صغيره بس في الاخر بتفرق في الشكل العام النهائي، وبتخلي الناس كمان مرتاحه في البيت عندك. هي من ضمن الحاجات ان انت بتبقي حابه ان ضيوفك يكونوا يعني مرتاحين، مبسوطين، حاسين بألفه في المكان. وانت كمان عامله حاجه شكلها حلو في الاخر، ده غير طبعا شكلها حلو، فهم مبسوطين، هم شايفين حاجه شكلها حلو. ايوه، وسلام بقى لو طعمها حلو كمان يبقى احسن واحسن. دي اكيد عايزه لها بقى حلقه، دي لوحدها دي بقى مطبخ بقى بعد الحلقه. أيوة. على طول. طيب بصي، انا عايزه كمان اتكلم عن البيت بقى، يعني انا دلوقتي سفرتي حلوه وشكلها حلو وبريزنتبل، عايزه اتكلم على الهوم ديكور، ازاي اقدر اجدد من بيتي في نفس الوقت ابقى ببادجت، يعني ما ادفعش فلوس كتيره في حاجه زي دي، ايه الحاجات التيبس اند تريكس كده اللي ممكن تديها لي؟ في يعني تيب كده انا بحبها قوي، وعلى فكره مش كل الناس بتعملها، مش كل الناس بتاخد بالها منها، انك ممكن تعملي ديكور، وانا باي ذا واي عاملاها في البيج عندي، تعملي ديكور في البيت من الادوات التقديم اللي عندك. يعني انا في البيت عندي، في عندي اطباق نحاس بقدم فيها شكلها حلو قوي كتقديم، بس انا بستخدمهم كديكور، بعلقهم على الحيطه، في عندي كورنر كامل عاملاه نحاسيات مثلا، فعاملاها بالاطباق اللي انا بقدم بيها اوريدي، فاولا هي بستفيد بيها ان هي زهره عامله ديكور في البيت، فزهره قدامي طول الوقت وعامله، غير انها محطوطه في البوفيه او في النيش زي ما الناس كلها بتعين حاجتها، فهي مش باينه، وبتحتاجي تشتري حاجه تانية مثلا تعلقيها على الحيطه. فدي برضو من الحاجات اللي انا بحبها قوي، انك ممكن تستغلي الادوات اللي عندك اللي ممكن تستخدميها في التقديم، انها عندي معالق الخشب مثلا، عندي كورنر عاملاه كله حاجات ناتشرال وحاجات معالق خشب مع اطباق نحاس. يعني اكيد في تواصل بينك وبين الفولورز اللي عندك على البيج، ايه اكتر حاجه الفولورز اللي عندك مركزين عليها وبيسالوكي عنها؟ الديكور وتوضيبات البيت بشكل عام بصراحة. دايما بيبعتوا لي، يعني في بيبعتوا لي صور التويلت عندهم، التويلت ده بشكله ده انا ارتبه ازاي، قولي لي افكار وتبس كده اعملها عشان التويلت بتاعي شكله يبقى احلى. في بيبعتوا لي الانتري مثلا، الليفينج عايز تعمل دي سنتر بيس للليفينج، بس سنتر بيس يعني عملية، يعني حاطه فيها النوتس مع الاطباق الخشب، التري اللي انا مستعملاها دي على فكره برضو، ما هي دي تري انا بستخدمها في التقديم في العزائم في العادي، بس انا استخدمتها هنا كسنتر بيس، فده الفكره انا بقول عليها، ان ممكن بدل ما تشتري تري ثانيه للسنتر بيس اللي هتعمليها في على الكوفي تيبل عندك مثلا او ترابيزه الليفنج، تستخدمي اللي عندك. فمثلا بيسالوني على حاجه زي كده، انا ترابيزه الليفنج عندي، ويصوروا لي ترابيزه الليفنج بالشكل العام. دي من اكتر حاجات على فكره اللي بنبسط بيها، لان ساعات بديهم افكار او ببعت لهم صور لحاجات معينه ممكن يستخدموها، او الستايل، يعني بقول لها ده يليق على الستايل عندك، فبتنزل تدور على اقرب حاجه وبتبعت لي الصور بعد ما بتعمل. دي بتبقى منتهى السعاده بصراحه لما بلاقي انه الفكره وصلت وعرفت تنفذ، وبتبعت لي كمان ان هي بتشكرني انه فرقت معاها، او انها يعني عرفت من على بعد انها تعمل حاجه يعني. فدي حاجه بتبسطني، وبيسالوني كتير على طول بقى على موضوع الديكور او الكورنر، او وساعتها طبعا على التقديم، انه لو عندي عزومه كذا فرد
اعمل اصناف ايه واقدم ازاي، واحسن اعمل بوفيه ولا اعمله على السفره، كلها حاجات تفاصيل بسيطه بس دايما فاهم بيسالوني عليها. بس عايزه اقول لك انه انت بتقولي تفاصيل بسيطه، بس لما يبقى في حد عنده العزومه دي بيبقى محتاس مش عارف يعمل ايه، بالذات لو عروسه جديده، بالذات لو مثلا عازمين صحابنا وناس كتيره جايه لنا، ناس مهمه جايه لنا البيت اول مره، الحاجات دي كلها مهمه جدا. وعايزه اقول لك انه مهم ان انت كمان يبقى عندك العين الابداعيه دي، بتبقى صعب تبقى عند، بتبقى موهبه زي ما انت قلتي. ما فازاي انت بقى دلوقتي عايزه اعرف منك ايه الجديد، الخطوات الجايه الجديده في وجهه نظرك؟ يعني النهارده اكيد انت عندك كده فيجن او رؤيه معينه في الحاجات الجديده في الديكور بالذات للبيت، لسه احنا ما وصلت لناش يعني. ف هو ده عموما فعلا انا الفتره اللي جايه ان شاء الله هركز فيه، وردي مجهزه حاجات هتنزل الفتره الجايه، يعني متوقعه ان شاء الله تعجب الناس قوي، لان فيها طابع بسيط وفي نفس الوقت يعني ملفت، وتحسي فيه في اختلاف، يعني مش يعني ممكن يكون مش كل الناس اصلا شافت الشكل ده قبل كده. هو عموما الاتجاه العام الفتره اللي جايه دي كلها للحاجات البسيطه والناتشرال، يعني الصوف، الخشب، الاخشاب، النحاس، احنا بقينا نشوف المكرميات مثلا، البيوت بشكل الطبيعه، الاخشاب بشكل الطبيعه، شكلها الطبيعي اللي مش متصنعه او ما في حاجه. ما هو ده الاتجاه اللي طالع قوي الفتره اللي جايه، وبيبقى على فكره في كذا ميزه، انه بيبقى مريح للعين ان انت بتبقي ما فيش ازعاج، ان كل حاجه طبيعيه. عموما اي انسان عموما بيميل دايما للحاجات اللي رايحه للطبيعه، فكون ده يكون داخل في ديكور بيتك بينعكس عليكي تماما بالراحه وبالهدوء. فده الفتره الجايه ان انا هعمله، انه ازاي نعمل ديكور للبيت بحاجات طبيعيه او حاجات بسيطه على فكره، ومش عايزه اقول لك يعني موجوده في خان خليلي، يعني مثلا يعني انه النحاسيات والاخشاب والحاجات الصوف والمكرميات والحاجات دي كلها موجوده عندنا في مصر في اماكن كتير، بس ممكن تكون الناس مش شايفه ان ده ممكن يعمل عندهم ديكور في البيت حلو ومختلف. لا احنا لو جربنا ممكن نلاقي حاجه حلوه. ده بالظبط، فهي بس ممكن تكون محدش لافت نظرهم او ما شافوش بعينهم تركيبه معينه. يعني انا في الفتره اللي جايه في حاجات عاملاها المكرميه طالعه موضه قوي وترندي قوي دلوقتي في ديكور البيت، انك تعلقي مثلا على الحيطه جدار كامل بالمكرميه مع النحاسيات والاخشاب مثلا. عايزه اقول لك ان الناس تعمل الحاجات دي بس في رمضان، يعني يبقوا متحمسين قوي ان هم يجيبوا النحاسيات والمكرميات والحاجات دي كلها في رمضان، اكتر بعد رمضان يشيلوها شويه. فده بقت موجوده كل السنه. لا دي موجوده دلوقتي كديكور وستايل منفصل تماما، ناس كتير دلوقتي بدات بتعتمد او بدات تعمله، لانه في الاخر انت قاعده في البيت انت عايزه تبقي مرتاحه، وفي الاخر برده كمان بيبقى شكله مميز. والحاجه مش كل الحاجه، يعني بتبقى في حاجات اللي هي الاخشاب دي بتبقى في منها سعرها في المتناول، في منها سعرها بيوصل لحد عايز يجيب حاجه يعني تبقى بسعر اعلى، فكله يعني في فرايتي كمان في الاسعار. فدي الفكره اللي انا الفتره الجايه هعملها، وهركز كمان اكتر لانك سالت كتير قوي على ديكورات للتويلت مختلفه للكاونتر بتاعه التويلت، سالت برضو عليها كتير، ان احنا يعني عايزين اكتر وافكار اكتر، ودي برضو ان شاء الله الفتره الجايه هتنزل. فان شاء الله الفتره الجايه في حاجات كتير قوي جديده ومختلفه، وانا على فكره باخد الافكار دي كمان من الناس، من اسئله الناس ليا، انه بيطلبوا على حاجه معينه كتير. واهم حاجه بقى نغم يبقى اون بادجت، يعني احنا يبقى الحاجات دي كلها بنعملها باقل تكلفه ممكنه. يمكن في افكار كتيره قوي بتبقى بالنسبه لنا شايفينها ان يمكن تبقى صعبه، لكن هي في الحقيقه ممكن تتحقق بابسط الامكانيات الممكنه مع وجود ناس في الحقيقه بيساعدونا وبيدونا افكار وبيلهمونا، زي نغم. نغم النجار مصممه الديكور، كل الشكر ليكي على وجودك معانا، نورتي في ترانز. وبكده نكون خلصنا حلقتنا، اشوفكم بكره وترانز جديده. باي باي.